ميرنا مكرز اللي صارت معنا بول اوف فيم، رح نحكي اكيد عن مسلسل 50,000 يلي عم بينعرض على شاشه الام تي في، بس كمان بدنا نحكي عن هالشخص، عن هالشخصيه، عن هالممثله يلي كان عندها ادوار فعلا من الادوار الوزن الثقيل ان كان على المسرح او على التلفزيون. اهلا وسهلا فيكي. هلو هلو مينا. شايفتكم واعيين هيك ويوم الاحد ما كنتوا سهرانين امبارح؟ لا ما صرنا اول امبارح. اوكي ثانك يو. وين كنت امبارح ميرنا؟ انا في البيوت. ليه؟ ليه في البيوت؟ ما بعرف، لأنه في 7 سنين و6 سنين بالبيت. مش بس لأنه في 7 سنين و6 سنين بالبيت، بس صايرة هيك. أنا كل شيء بالعكس، بحب أسهر بنص الجمعة وضل بالبيت النهار السبت، بس كل العالم تسهر. عزمتك تنين لك. أوكي أوكي. رح نبلش من الآخر. مسلسل 50,000، دورك دور مهضوم كتير، نورما ست نص مهسترة، يعني تمام نقول 100%. يعني أول شيء لك يعني ما عم بطلي كتير، فتتقبلي بي هيك دور، معناتها هالدور هيك عمل كليك عندك. خبرينا. أول شيء أنتر جيمي بالنسبة إليك مهسترة. أنا بالنسبة إلي أو بالنسبة لنورما هي إنسانة كتير طبيعية. أنا يعني أنا بلسان نورما بقول لك أنا أبدا ماني مهسترة. اللي بلاقيني مهسترة هو المهستر أصلا. ميرسي. أنا لا، هي نورما إنسانة كتير طبيعية، يعني أوكي بتجن، إنه مين منا ما بيجن، إنه أنا ببلش نهار الصبح إنه ليزانفان روقوا مدري شو، الظهر بصير بليز روقوا، على الخمسة روقوا، بعدين عشرة بصير خلص، يعني كلنا هيك بنمرق فيهم. فلا نورما إنسانة كتير طبيعية. طيب إذا طبيعية شو فيها؟ هي متسلطة شوي. لما قريتي هالسكريبت شو ضفت عليها؟ يعني كيف كانت مكتوبة وشو ضفت عليها لتصير اللي عم نشوفه على الام تي في هلا؟ لك صراحة أنا بس أقرا سكريبت، بقرا المسلسل كله، يعني ما بقرا بس دوري، لأنه بحب شوف شو الأحداث اللي عم بتدور حوالي كمان لأفهم أكثر أنا من وين جاي ولوين رايحة هلا. وبحكي دائما مع المنتج قبل ما احكي مصاري انه بليز انا بدي مساحه معينه اقدر اشتغل دوري انا ابنيه مثل ما انا بحب. هذه هي طريقتي، يعني دائما بشتغل هيك. اذا ما قدرت انا ابني دور دقائق زاد، ما بكون حاسه حالي متمكنه مزبوط من اللي عم بشتغله. ابني مش ركب الدور. لا مش ركب، ابني. شو الفرق؟ شو الفرق؟ أنا بعرف لما بيك توصلي فرح أعطيك من الآخر. هاي قصة إنه هيدا دور مركب وهيدا دور مش مركب. نو أوكي. ما في شيء اسمه دور مش مركب، يعني عادة الدور يعني عم تمثلي حدا إنسان. ما في إنسان ما عنده layers، يعني كل إنسان عنده كذا وجه وكذا إحساس وكذا طريقة تعاطي بكذا موضوع، فما في إنسان مش مركب. دونك كل الادوار مركبه اذا الممثل بيعرف يركبهم او بالاحرى يبنيهم. هلا في شيء معترف عليه عالميا انه مثلا رول دو كاركتير ورول انجينيو. اوكي هون بيفرق شيء، انه الانجينيو عاده ما بيبقى مطلوب منه انه يكون هالممثل، بس بيبقى مطلوب منه يكون عنده كاريزما، يكون سامباتيك، يكون جذاب او جذابه وات ايفر شكله، يعني بيهم كمان. هيدي هي يعني لا اكثر ولا اقل. بتركيبه كاركتر نورما في حساسيه على كاركتر تاني اللي هي لميس، بدون ما نفوت بتفاصيل ليش وصحه من مجرد ما جبتها تشردقت ابدا. ما بقدر. كيف يعني هلا نورما كيف بترد علي اذا عم نجيب سيره لميس؟ تشردقت عن جد. ما بقى تقول يعني صارت الشغله عندي اوتوماتيك. انتقلت كملت الفيكسيون مع الحقيقه. ما بدي التقى بحدا اسمه هالشيء. ايه لحظه ما اوكي. بس بدي اقول شغله انه بالمسلسل كمان عم تمثلي ككوبل مع مجدي مشموشي، ومنوجه له تحيه. منوجه له تحيه اكيد، ما فينا ما نوجه له تحيه. هذا جوزك بس تحيه؟ ايه ما هو جوزه ومتجوزه. مش كثير متاكده بعدها المسلسل وبتعرف ليه بس تحية. بس تحية مش مفهوم لهلا، يعني شو هالعلاقة الغريبة؟ فهون كمان بهيك سيتواسيون أو بهيك كوبل أو بهيك تمثيل ثنائي ببين التمثيل، يعني ببين قدرة الممثل. وأنت ومجدي يعني مش معقول كيف ضابطة الأدوار. قديه بتشتغلوا سوا على هالموضوع أو عادي بتطلع معكم هيك تلقائيا؟ ليكي إن كان أنا ولا مجدي ولا عماد فغالي ولا مثلا مسلين مثل دوري سمراني،
بس هيك عم بعطيك اكزامبل. اشتغلنا سوا كيف بدي افسر لك، اشتغلنا كثير على العفويه وعلى امبروفيزاسيون، يعني في كثير امبروفيزاسيون، يمكن لانه دارسين نصوصنا مزبوط او متشبعين بادوارنا مزبوط، صرنا عم نزت جملنا لبعضنا انه خلص، يعني اوقات نظهر من النص بس بعدنا ان كاركتر وعلى المحور الاساسي اللي عم نحكي عليه. فبالعكس يعني كان بالنسبه لنا عم ننبسط عم نتسلى. واضح هالشيء. خلينا نشارك المشاهدين ببعض المشاهد من مسلسل 50,000، تشوف نورما كيف تتصرف بهالمشهد. مفهوم؟ بعدين اوعى تصرخي بوجهي مرة تانية ولا بصير في حكي تاني. اتفقنا؟ اتفقنا؟ اتفقنا. حلو، خلينا نرجع على الشغل. مدام نورما؟ شحت خبرني شو عم بيصير. انا شفت اللي صار بس ما فهمت شيء، بس بعرف انه ميا عيطت على عماد اليوم. عن جد؟ خبرني تفاصيل. بدي اقول لك شيء. تفضلي. اليوم خيي عنده عملية بالمستشفى ولازم يكون حده. خير في شيء؟ لا ما في شيء خطير. طيب حضري غراضك وخلي سعيد يوصلك مطرح بدك. غراضي؟ نسيت الكيس عندك بالبيت. يلي فيه كتاب جبران؟ ميا فرح! مدام نورما؟ نورما شو في؟ خير؟ لا ماشي. اتحمست. انه ماشي هيك سمعت انه ميا مقلعه منيح بالشركه والتصميم الجديد يعني قرب يخلص اليوم. خلص تصميم؟ خلص. ميا بدي منك تاخذي لي موعد مع المعلم نمر. استاذ عماد ما بقدر، مواعيدها كلها فوق بعضها. خلقي لي وقت. ما بقدر لانه حضرتك قلت لي ما اذكرك بالمواعيد. طيب خلص ماشي. ميا انت روحي. انا؟ لك انت روحي عند المعلم نمر جيب الفستان، انا هلا بحكي معه. حاضر استاذ عماد. انبسطت شفتك مدام نورما. وانا كمان. روحي. ليش هالقد مبسوطة فيها لميا؟ يعني بدها تزوج ابن خيك لهالفتاة اللي بلشت، ليش يعني شو شفتي فيها لانبسطتي فيها؟ هي نورما نقتها لأنه حست إنه فيها تمشيها مثل ما بدها. بس صارت غلطانة بفتكير. ما بعرف. هل حساباتها دقيقين؟ هلا الواحد بيبقى عامل حسابات وبعدين بيمشي مع الظروف وبيتأقلم مع الظروف. فعلا. بس اميرنا بالحياه انت يعني بتنكتي بتمزحي بتتساءلي عن الناس، اوقات ما بنفهم اذا عم تحكي جد او عم تمزحي، يعني في هيك النقاط شيلتيهم منك بهيدا الكاركتير. بالنهايه ما فيني شيل حالي نهائيا من حيالا كاركتير عم بلعبه. إذا بدك. لوين معقول يوصل هالكاركتر؟ لما نشوف الكاركتر مبلش هيك، يعني هالشخصية نورما، بنشوف إذا بين العلاقة اللي عبالها تنبنيها بين لكن ابن خيا وهالفتاة وبين علاقتها مع زوجها اللي منها كتير سعيدة واللي عم بتحس إنه هالزوج بركي منه عطول بالمكان اللي مفروض يكون فيه، فمنتوقع إنه هالشخصية تنفجر بمكان ما أو بركي يكون عندها ردود فعل شوي سبيسيال. هلأ بيكون عندها ردود فعل وأنا بجرب قد ما كان ردة الفعل سبيسيال تضل ضمن المنطق تبع الإنسان، يعني كمان ما فينا أعمل ردة فعل مش منطقية. بدها تكون منطقية بالنسبة لنورما وبالنسبة لشيء اسمه مرة، لأنه بالنهاية نورما مرة. ميرنا بس أنت
يعني أنا اللي حضرتهم أكيد ما قدرت أحضر كل شيء حتى على المسرح أو على التلفزيون. بتحبي تلعبي على هاي النيوانس يعني بين الكوميك والتراجيك، يعني بتمزجيهم بتلعبي فيهم كتير وبتقدري تفصلي بشكل كتير سريع. يعني كنا عم نحكي عن لابودي ليزا يلي حضرناها على المسرح وكانت بمونولوج ولجو قداح ومنقل له هاي كمان لأنه كمان منوجه له التحية لا هاي لجو مش تحية كمان كان فيها لعب رهيب. على كل حال بفتكر كانت أنا بالنسبة لي من أكتر الأدوار والمسرحيات يلي بيأثروا كتمثيل. مزبوط. عم نحكي هيدا الشيء بتشتغلت عليه أو بتحسي سهل بالنسبة لك؟ ليه بتحب ليه بحب؟ لأنه ما في حدا كوميك على الآخر، ما في حدا تراجيك على الآخر، بس في كوبير يعني في إكستريم لإكستريم تاني. هلأ الإكستريم لإكستريم بدها شغل، بدها تمرين، بدها خبرة، بس بالنهاية كل واحد فينا بيقدر يكون بيج جوكر وبيقدر يكون أمام طان دي بريمي. وأنا بوعدك يعني ما بعرف شو بدي أحلف لك، إنه أنا أكتر وقت بتشوفيني عم بمزح فيه بكون بس محبطة على الآخر، بكون خلاص داير مع المزح وما في ولا فيوز طقات. يعني بدل ما تبكي بتصير بتضحكي. حلوة رانيا، ذكرت مسرحية، أعمالك السينمائية كمان، وكان صار لك زمان ما انتقلت للمسلسلات وللدراما. شو غير لك رأيك؟ نرجع لهالنص بشكل خاص، ليش هالمسلسل؟ أوكي، قبل ما أقول ليش هالمسلسل، أنا ما كنت غيبة لأنه أنا عبالي غيب، أنا كنت طالع علي صيت أني غيبة. بس أنت موجودة بالروح. أيه. عرفتي كيف عم طير فوق كل الستات وسلم على الكل بس من فوق. لا أنا ما تعمدت أني غيب. هلأ أوكي، أنا صار معي ظرف أنه عندي أولاد كتير صغار، كنت يعني عم جرب أنه ما أشتغل كتير، نقي أعمالي على الخفيف، بس أنا فعلاً ما يعني لا اعتزلت ولا غبت، بالعكس أنا تغيبت، غيبوني لأسباب تسألوا العالم شو هي أنا ما بعرف. بس بالنسبة لهيدا الدور صراحة كان تشالنج لإلي، كان تشالنج. ليه؟ لأنه نوع من كومباك يعني؟ لا مش نوع من كومباك، لأنه فيها كتير لايرز نورما، يعني منا شريرة، منا مهسترة، إنسانة عم ربيانة بطريقة معينة وعم تجرب المود في تبعها تعيشه مثل ما هي بتعرف. عرفتي؟ فحسيت انه فيني بين الكوميك وكل شيء، وفيني بذات الوقت بين هيدي المره كمان يلي باوضه نومه اذا بدك عندها غير وجه كومبليتلي ديفرنت من اللي بتشوفيها بالمكاتب او بين العالم ان سوسايتي. حسينا هلا لاحظت كيف غير صوتها وعيونها ومودها وهيك، لانه عم بحكي شيء كثير جد. كثير جد يعني، خلينا نشوف مشهد ثاني لنورما. أحلى شيء بالحياة. صحتين حبيبتي. يعني اليوم حس كأني ركضت بماراثون. يلا إن شاء الله يتجوز عماد على السريع ويريحنا. ساعتها لنام بالفيلا الجديدة كل حياتي. دخلك شو قولك، رح تنجح الخطة؟ بصراحة أنا مش متأمل كتير، لأنه لميس أقوى وأجرأ، يعني كان لازم نراهن على حصان ربحان. قلت لك 100 مرة ما بقى تجيب اسمع لسانك. إيه يلا خليها تتجوز وتزتنا كلنا برا، ما هيك؟ يعني أنت خليل، أنت دايما بتوترني دايما، ما معقول. أنت سألتيني وحكيت، لو ما سألتيني ما كنت حكيت. أنا سألتك إذا رح تنجح الخطة، ما سألتك إذا بتفضل العنزة. قصدك لميس؟ كمان تسأل هون امتداد للمسلسل. حسست فعلا يعني على الموضوع وعلى الاسم وعلى ايه عيشته. ذكرتي شغلة وقلتي انه هيك غيبت عن الساحة، في سؤال دايما ما بعرف نحن حسب ما منلاحظ انه لما ممثل بغيب لأسباب إن كانت شخصية عائلية أي شيء كأنه ينتسى، هيك كأنه بينسوه، ما بيعود مطلوب، ما بيعود محطوط على راس الليستا. يعني أداء شيء مزبوط ميرنا؟ إذا عم تحكي إنتاج وايز إيه مزبوط،
يعني كانوا مش مقصودة بس عند بس العالم اللي بيحضروا مش مزبوط. يعني أنا بتفاجأ بعدني لهلأ بشوف عالم بيقولوا لي إنه بعدنا منتذكرك من كذا، وينك؟ عرفت؟ إيه بس بالنسبة للمنتجين نحن عم نحكي. إيه لا بالنسبة للمنتجين عندهم سبان بالذاكرة غريب. بس بس بتفهم يعني بتفهمي هالشيء بمكان ما، يعني إنه البعد منه كتير جيد للعمل بهالمجال. دراما عم تتغير، في ناس جديد عم بيدخلوا على المجال، في انتاجات عم بتزيد، فعلى كل ممثل وممثلة وحدا بيشتغل بمجال يعني الانتاج إنه يضلوا موجود هون. لا بلا بلا يعني يضلوا على الساحة. إنه إيه الفيلم اللي اشتغلت عليه بالحلال مثلا، هذا فيلم فيه له نوعيه معينه، في اخذ كريتكس حلوين كثير برات لبنان، اخذ جوائز برات لبنان، برايك اخذ حقه بلبنان؟ عن جد؟ امتين؟ ما انعرض مش مين انعرض يمكن جمعه؟ اف بلاتة ليه؟ هلا ما بعرف، ما بعرف كيف بتصير لعبه السينما بلبنان. بلا بتعرفي كثير منيح يعني مش لا اول مره لا لعبه البوكس اوفيس وهالقصص ما بعرف. ما بعرف يعني على اي اساس بحطوا فيلم جمعه بالسينما، وعلى اي اساس بقرروا انه العالم اجوا او ما اجوا، ليه ما بيعملوا له دعايه؟ بس في شعبويه معينه بتخلي الفيلم يبقى، وهذا ما بيتماشى مع النوعيه. لا بعتقد الفيلم ما تروج له مثل ما لازم بلبنان. يعني أنا رحت انعزمت على مهرجانين، البريمير تبع الفيلم الأوروبية اللي كانت بروتردام، الفيلم فيستيفال بهولندا، كانوا مروجين له يعني الشركة المنتجة الألمانية اللي هي مستلمة أوروبا وأمريكا كانت مروجت له للفيلم. يعني وصلنا على روتردام كلهم بيعرفوا نحن مين وشو عم نعمل. ذات الشيء بألمانيا، يعني بأستراليا كان فولي بوكت على جمعة الفيلم، باليابان اخذ بيست اودينس اوورد باليابان اللي اصلا عم يحضروه مع سبتايتل انجليزي. انه حرام هيك فلومه ما يتروج لها مثل ما لازم بلبنان، لانه من هذا فيلم لبناني. وهيدا يعني وهول الافلام بالذات ما بعرف قد انت بتروحي عليهم، يعني ان كان افلام دبلوم ان كان هيك افلام نوعا ما فيها يعني اصعب من انه تكون اكسسيبل لكل الناس، وايضا المسرح يعني صح. بتختاري اوقات اشياء عن جد فيها تشالنج كثير. اليوم بتروحي اكثر سينما، مسرح او تي في مسلسلات؟ يعني ما بروح، انا بروح انا احضر. يعني انت شو بتحبي اكثر؟ لا لا إيه انت مش هيك عم لك، ما بروح يعني انا ما بفكر سينات تي في مسرح. انا بفكر رول، سو رول عجبني بشتغلوا ان كان مسرح ان كان في تي في ان كان سينما. ما بفكر انه انا بدي اعمل بس تي في او بس مسرح او بس سينما، لا. هل عم بلش نفكر ببروجيات جديده؟ هل الاوبورتونيتي اللي صارت بهالمسلسل بلشنا نحكي عن غير مشاريع؟ في مشاريع عم تنطبخ. هلا نحن عم نحط الانجريدينتس. اوكي نحكي عنها قريبا سوا. بتخبرينا اول شيء؟ مينا مكرزل ميرسي على هالزيارة. أنا بدي أحكي شيء. تفضلي. اسمحوا لي. أكيد. أنا بدي أول شيء أشكر كل اللي اشتغلت معهم بالمسلسل، بس بدي خص بالشكر الناس اللي ما حدا يعني اللي دائما ما منجيب سيرتهم، أكيد بدي أشكر الممثلين داليدا توني، جو، دوري، عماد فغالي يلي كتير انبسط بمشاهدي معه، مجدي. أوكي بس أنا بدي أشكر المنتج زياد شويري والمخرج ديفيد أوريان والكاتبة آيات يبا، بس أنا بدي صر على ذكر الناس اللي ما منجيب سيرتهم. بدي أقول مرسي، في ناس مش حافظة أسماء عائلتهم بس رح بلش. بدي أقول مرسي لسمر سعادة اللي كانت أسيستنت البروديوسر تبع المسلسل، يعني مديرة الإنتاج. بدي أقول مرسي لباتريسيا حكيم ولإلي شمعون اللي هن من مكتب الإنتاج تبع زياد شويري. نعم. بدي أقول مرسي. وقتنا خلص فيك. معلي بس بدي أقول بسرعة كتير. مرسي بس رح أقول أسمي بسرعة. أوكي. جورج ريفي، إلي سرحال، ستيفانو، الكيترين كلهم، مين بعد فيه؟ نايل الدهم، نايل الدهم اللي كان صوت، غزوان القهوجي، أنطوان ريمي اللي كان مساعد مخرج، كلكم أنتوا اللي عملتوا العمل. انتو اكثر ناس امبليكي بالعمل وانا بشكركم عشان. وهن اللي بيعطوا الانرجي على كل حال. اكيد هن اللي طلعونا على الشاشه بالنهايه. ثانك يو لك ميرنا. اختمي لنا من نورما بليز الحلقه. اني واي اني واي باي باي.